يا بوب، مساء الفل عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، وبهني كل جماهير النادي الاهلي بالفوز المهم اللي اتحقق امبارح في ضربة البداية في المشوار الافريقي. كنت هبدأ معاك فعلا بطبعا مباراة النادي الاهلي. عايز اعرف يعني رؤيتك ازاي للمباراة والمكاسب. المكاسب دايما تبقى، البدايات بتبقى صعبة شوية، بدايات بتبقى مهمة جدا، فالمكاسب على مستوى النادي الاهلي في مباراة قوية امام فريق قوي خارج الاراضي يعني. طبعا يا كابتن هاني، خلينا نتفق في البدايه. المباراه كانت قدام فريق من شمال افريقيا، واحنا عندنا طبعا دايما في حساسيات مع فرق شمال افريقيا، وقت كده الماتشات بتبقى صعبه، فرقه مش سهله، فرقه جديده اي نعم في افريقيا على الصعيد الافريقي، تاني مشاركه ليها، ولكن الفرقه قدرت الموسم اللي فات انها تعمل موسم مميز في الدوري التونسي، احتلت المركز الثاني، احرجت الترجي البطل التاريخي والفرقه الكبيره في افريقيا. فبكل المعطيات كانت بتقول ان المباراه صعبه، بتلعب خارج ارضك مباراه هي الاولى للمدير فني جديد، صحيح. اول مباراه رسميه ليه، وده طبعا ريسك وطبعا اختبار قوي. عندك مجموعه جديده من اللعيبه، صفقات جديده، بدايه موسم، عايز تطمن عليها، عايز تشوفهم هيعملوا ايه معاك، الراجل دفع بيهم. عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين عايده من اصابه، راجعين من اصابه، عمرو السوليه، اكرم توفيق، لعيبه، عدد كبير من لعيبه الاهلي اللي زي ما شفنا في نهايه الموسم اللي فات كانوا غايبين الاصابات. دي كلها مكاسب اتحققت من المباراه، انك تلعب بره ارضك. الفكر نفسه بتاع كولر اقنع جماهير النادي الاهلي، مدير فني من البدايه بيلقى قبول النادي الاهلي وجماهيره، وده شيء مهم جدا يا كابتن، ان راجل مدرب ماسك فرقه من اول مباراه يلقى قبول الجماهير ودعم الجماهير. ليه؟ لان الراجل قدم مباراه جيده، راجل لعب بره ارضه على الفوز، الراجل الدقيقه 80 خلاص، اي مدرب بيلعب في شمال افريقيا مع فرقه مصريه وبتلعب فرقه جيده والدقيقه 80 هتقول خلاص اامن وانزل تغييرات في نص الملعب والدفاع وامن الدنيا. لان بيفاجئنا بتغييرين هجوميين في الدقيقه 80 وبيلعب باتنين فراوده قدام وبيضغط وبيحاول يحقق المكسب، وتحقق له ده فعلا في الدقيقه الوقت القاتل، الاهلي بلس 90 عاد من جديد زي ما بنقول بعد مباراه امبارح. فدي كلها طبعا مكاسب جيده جدا.